أضرب لك أمثلة من اللي مروا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يزيد النهشلي ويزيد بن عبد الله الجعفي، اثنينهم قاعدين بالبصرة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كتب 5 كتب. الكتاب الأول إلى القبيلة الفلانية، إلى القبيلة الفلانية، وصل الكتاب إلى دار امرأة اسمها ماريا بنت منقذ العبلي. هذه المرأة امرأة صالحة في البصرة، هذه في دارها تذكر فضائل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وتذكر في دارها فضائل أهل البيت، فيجتمع في دارها من النساء والرجال. البصرة كانت ملتهبة، ففي دار ماريا العبدي يجتمع هؤلاء. وصلت الكتب، كتب الحسين ودعوة الحسين للبصرة. إلا أول رأسا، هاي اللي احنا شو نقول، استغل الفرصة، مو الفرصة تأتي مرة واحدة. وقف عبد الله بن يزيد الجعفي، يزيد بن عبد الله الجعفي، رأسا إلى جواده، قال: من أراد أن يلتحق معي إلى الحسين إلى مكة فليذهب معي. عند 10 أبناء قاموا 2، عبد الله وعبيد الله. ارتقى جواد، التحق بالحسين. النهشلي ظل صافن يفكر حسابات، ظل صافن، قال: أنا بكرة ما أروح لمكة، راح أبقى هنا أجمع بعد أنصار للحسين وأدركه. حينما قامت معركة الطف واستشهد عبد الله بن يزيد واستشهد هو وأبناؤه، النهشلي بعد ما واصل بالطف وهو واقف في محله جاء الخبر، قال له: الحسين استشهد، شهق وزفر أسف ومات. ذاك يقف عليه الإمام الصادق، شوف شلون يقف الإمام: طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم بأبي أنتم وأمي، يا ليتني كنت. هذا حصل، ذاك ما حصل. الطرماح مثال آخر، الطرماح في الطريق جايب ميرة من الكوفة، يعني طعام إلى أهله، لقى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال له: أعرض عليك النصرة. قال له: يا أبا عبد الله، بس أوصل الميرة الأهل وأرجع إلى نصرتك. قال له: هذا أمر بعد تدركه أو لا تدركه. رحمك الله يا الطماح، الحسين وين وقونية حنطة لو تمن وين؟ راح رجع لك الحسين وين؟ قد استشهد. من سمع ان الحسين قد استشهد وقف حائر، قال: انا وين وضعت نفسي؟ على مود قونية طحين او تمن اضمن بيها عيالي؟ ما وقفت هذا الموقف يكتب لي يعبر عن الإمام الصادق بهذا التعبير، نقيض للشخص الآخر. الحجاج بن مسروق يرسله مسلم بن عقيل في كتاب، يقول له: أرسل هذا الكتاب للحسين. هذا يسمى مؤذن الحسين، شو اللقب؟ مؤذن أبا عبد الله. يصل إلى أبا عبد الله، ما يتحرك لا يمين ولا شمال، ولا يروح إلى شخص يلتزم بموقفه مع الحسين، وآخر أذان يصدر منه يصلي به أبا عبد الله ويستشهد بين الحسين. نقيض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمة التي تتصف بالخيرات، شنو صفة الخيرات؟ صفات الخير، مرات تشوف إنسان تقول هذا خير وهذا شنو؟ مو خير، لأنه هذا يخاف الله وهذا شنو؟ ما يخاف الله. هذا النص محكوم مقيد بأهل بيت العصمة والطهارة، وبالخصوص بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فمنين ما تعرض الآية بكل جوانبها يتعلق بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على هذا في ليلة 10 من المحرم، أبي الشهداء يجي خيمة خيمة، يقف
يقف عليها من أنصاره، من أتباعه، من المقربين، من عياله، من بناته، يقف أبو الشهداء يتلو قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله يحفظها دكتورة زينب الحلبي، عتفت رأي جميل، اجفت مستشرق يبحث في رأس يحيى المعابد، يحيى نبي الله يحيى، بحث كتب شيء كثير، فقالت لي: راح أوديك إلى مكان ترى فيه رأس وتبحث فيه. قال لها: وين هذا المكان؟ أخرجت تركم زائرين دمشق رايحين بزي. قالت لها: هذا الرأس، رأس الحسين. هذا بحث تقول ليلتان. قال لها: كل الناس تسافر من غير رؤوس منذ قتل أبي عبد الله الحسين، كل الناس تسافر من غير عقول، من غير، منذ أن قتل الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانت هذه الأمة التي لا تحسن ولائها وأهدافها ومبادئها وقيمها مع أبو الشهداء، والله لا قيمة لها، والله لا أصل لها. الإنسان الذي يريد أن يعتبر نفسه هو من هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجب أن يضع يده مع الحسين صلوات الله، لا مع غيره. لا تغرك السياسة، لا تغرك السلطة، لا تغرك الأموال، لا تغرك المناصب، لا تغرك الإمكانيات، هاي كلها أوهام سرعان ما تنتهي، تتحول إلى لا شيء، فيقف عليك إمام زمانك فيلعن، كلها تنتهي، ما يفيدك. لا تقول لي شيء هذا يفيدني وهذا مستقبلي وهذا أداتي، ما ينفعك رأس مالك أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. صير من الذين يقف عليهم إمام زمانهم فيقول: طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وإلا لا تأخذ كل شيء، اجمعها وعوفها بعدين ادفع ضريبتها بحلها بحرامها. الإنسان خلي يخلي موازين، خلي ينتمي لهذه الأمة، الأمة الصالحة، هذه هي أمة محمد، أمة الموالين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأبنائه الميامين. الأمة مو أمة يزيد، أمة يزيد أمة مصالح، أمة معاوية أمة مصالح، بن العباس أمة مصالح، الحكومات التي تسير بمسيرة مخالفة لنهج الحسين أمة مصالح، الكراسي ما لها وجود، التيجان كله يروح، يبقى الحسين هو الخلود، ويبقى الحسين هو الانتماء، ويبقى هو الذي يمثل خير الأمة، ويبقى هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولولا صلاة الحسين ما صلينا، ولولا صوم الحسين ما صمنا، ولولا وقوف الحسين في الطف ما بقي للإسلام من شيء ولا للتشيع. الحسين رمز صلاتنا وعباداتنا، قيمنا، مبادئنا، كل شيء في الحسين نحن ننتمي إليه. فإذا رفض أبا عبد الله التيجان نرفضها، وإذا رفض الحسين السلطة نرفضها، وإذا رفض الحسين جميع الخطوط التي لا تنتهي إلى محمد نرفضها، وإذا رفض الحسين جميع المناهج التي لا تنتمي إلى القرآن الكريم نرفضها. نحن مع الحسين، الحسين يعيش في قلوبنا، في ذواتنا، في مشاعرنا، في أحاسيسنا، وعلى هذا الأساس الحسيني الذي يريد أن ينتمي إلى هذه الأمة الخيرة الصالحة يجب أن ينتمي إلى أبا عبد الله صلوات الله وسلامه. ما الذي خلفه يزيد؟ ما الذي تركه بنو أمية؟ أين أسماؤهم؟ أين دورهم؟ أين أموالهم؟ أين سلطتهم؟ أين بياناتهم؟ والله يا يزيد لا تستطيع أن تمحو ذكرنا. أين الحسين؟ أين زينب الكبرى؟ أين أصحاب الحسين؟ أين الموالين؟ أين من اقتفوا أثر الحسين؟ أدباء إحنا نبكي عليهم، رواديد إحنا نبكي عليهم، خدم منبريون إحنا نبكي عليهم، ذولا كلهم إحنا نبكي عليهم، لأنه هذول من الرواة، من المقربين لقلب سيد الشهداء. شيعي
قاعد من شغل ليل ونهار ليمتى يوصل إلى تحقيق أحلامه؟ ليقول أنا من هذه الأمة، الأمة الخيرة يقول عنها صادق العترة الطاهرة التي تجتمع لإسعاد فاطمة. هذا الإسعاد التي تجتمع لإسعاد فاطمة. شنو إسعاد فاطمة؟ دمعة، أنين، بكاء، حرقة، ولاء، عهود مع الحسين وآل الحسين. تصف لنا زينب الكبرى لوعة وحرقة فاطمية صدرت من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إليها بني زينب، إذا حان يوم العاشر من المحرم الحرام ورأيت أخيك الحسين يجول بين عياله. شوف الوصف، شوف الدقة، شوف الألم، شوف الحسرة. هاي الفاطمية كنت تحسر مثل هذه الحسرة وتسفر مثل هذه الزفرة وتبكي مثل هذا البكاء. بني زينب انحان ليلة العاشر من محرم ورأيت أخيك يجول بين عياله. بني يدعي إليك تقول سيدتنا أم المصائب رأيت أخي الحسين يطوف بين الخيام من خيمة إلى خيمة وهو يقول لهم من أراد الذهاب فهو في حل مني ومن أراد البقاء فنحن غدا فانون. بعض الرواة يقول بل وبدأ يبين لهم مصارعهم، أنت تقتل هالشكل وأنت تقتل هالشكل وأنت تقتل هالشكل. فسمعته يقول وتقطع رؤوسنا وتحمل على الرماح، ما تحملت ذلك ما استطعت، قلت أخي حسين إلي إلي يا باب إلي إلي يا حسين. فجاءني أبو عبد الله من الغريبة المظلومة المنكسرة، بنت الغريبة المظلومة فاطمة، فاحتضنها قال أخي غدا نحن مقتولون. قالت يا حسين إن أمي فاطمة قالت أوصيك ليلة العاشر أن تبلغي ولد الحسين إني معه حاضرة. أنا جنبه، أنا جنبه، أنا معاه حاضرة، ما أترك أبدا. مو الروايات تقول فاطمة حضرت، مو الروايات تقول أخذت من دمه، أنا معه حاضرة. ثم ابتسم في وجهها قال يا زينب ولي شيعة يبكون علي ولي شيعة يبكون علي. قالها بعد زينب احجي تقول لأم تقول أنت تذبح من القفا وأنا يعجبني فشيء أنا أضع
رحمتي على هذا النهر المقدس يا ابن امي يا ابن امي يا مذبوح يا مذبوح يا خويا يشعب الروح بالسهم الغدر يحسين يحسين تشبدك الصباح نصين يا ابن امي يا مذبوح اسمع اسمع خلنا سمعك يا ابن امي شفيت جسمك يا خويا وش يضل بي ينزف كل كتر منا الجسد والروح ما هي بعد وش عاب قلبي سحام شبده الفكري وقطع بي تمنية الأجل يا حسين تدير يا الوليلية يا تمنية الأجل يا حسين تدير بعد شنو تعاتبه ترد على العتاب اريدك وياي بحراني جميل مثل ليلة البارحة صوتك ساعدني بي وانينك خويا خويا يا ابو علي يا خويا لكن قطعة وزنون
وحده وما حد يجي سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة صدري حسين وامي حسين حزنا أريد ألطم ونور
وريد أن اشتحي هذا ابنك عزيز الروح وحيد بين Yeah.
عليك يلو الاحتارت ولا ظلت زلم يمي بعليلك بعليلك يلو الاحتارت ولا ظلت زلم يمي ويتامك تون وتصيح وينك يا اسد عمي يا ابو فاضل يا راعي الزهد يا ابو فاضل يا راعي الزهد بوجودك ينجلي همي والله بوجودك الفاتحة تسبقها الصلوات.